مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد، ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج المشهد التي نخصصها الحديث عن ملف الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز على ضوء البيان الذي صدر اليوم عن النيابه العامه الموريتانيه، والذي قالت فيه ان المراقبه القضائيه بحق الرئيس السابق ما زالت ساريه المفعول، وذلك ردا على بيان ايضا لهيئه الدفاع عن الرئيس السابق طالب فيه برفع المراقبه القضائيه عن الرئيس السابق، واعتبر أن إحالة الملف إلى المحكمة يقتضي انتهاء مرحلة المراقبة القضائية. إذا لنقاش هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا السيد أستاذ جعفر بيا، عضو فريق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز. أستاذ جعفر، أهلا وسهلا بك من جديد. النيابة العامة قالت اليوم إن أنه لا يوجد نص في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة، وطالبت من يدعي وجود نص بهذا الخصوص باستظهار بهذا النص. شكرا جزيلا. فعلا نحن في الآونة الأخيرة أصدرنا بيانا يتعلق بانتهاء المراقبة القضائية في حق موكلنا، وطالبنا بناء على ذلك بإزالة المظاهر الأمنية الموجودة أمام منزل موكلنا الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز. السؤال المطروح هو متى تنتهي المراقبة القضائية؟ المراقبة القضائية كتدبير قضائي وضعه المشرع وخص به فريق التحقيق أو قاضي التحقيق، هذا هو الجهة الوحيدة التي خولها القانون الوضع تحت المراقبة القضائية أو رفعها، وبالتالي عندما ينتهي التحقيق وهي وضعت أساسا المراقبة القضائية وضعت أساسا لخدمة التحقيق، أما وقد انتهى التحقيق فإنها تصبح كأن لم تكن، وليس بمعنى ما صدر اليوم أو ما نسب في البيان الذي نسب إلى النيابة العامة والتي طالبت من خلاله أن نستظهر بنص يقول بأن المراقبة القضائية، نحن نحيل إليها نفس الطريقة أن تستظهر هي بالنص الذي يقول أن المراقبة القضائية يمكن أن تستمر بعد إحالة الملف إلى المحكمة، وهذا هو ما يمكن أن يسمى القفز على الوقائع. النيابة العامة في البيان الذي نسب إليها قالت بأننا مطلوب منا أن نستظهر بنص. النيابة العامة، ما هو النص التي تستظهر به بوجود ثكنات عسكرية أمام منزل شخص معين؟ القرار الذي وضع بموجبه تحت المراقبة القضائية لم يتضمن هذا الإجراء، لم يتضمن هذا التدبير، لم يتضمن وجود أي فريق. استعرض عليك ما ذكرته النيابة العامة في بيانها، وفي ربما في بعضه إشارة أو إجابة على بعض ما طلبتم. هي قالت أن الأمر استنفذ جميع مراحل التقاضي بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع وتحصن تبعا لذلك، وبالتالي هذا من ناحية. من ناحية أخرى قالت إن المراقبة القضائية ما تزال سارية المفعول بحق الرئيس السابق حتى الآن، وأنه الأمر القضائي الذي بموجبه يخضع للرقابة القضائية أيضا تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ بنوده. فعلا الامر، نحن الان امام استئناف يتعلق بوضع برفع المراقبه القضائيه عن الرئيس السابق، ولم يصل بعد الى مرحله الاستئناف، فما بالك بان اكدته المحكمه العليا. تجربتنا في هذه المسطره ان المحكمه العليا اكدت قرارا بمنعنا من استلام الملف، واصدر رغم ذلك قاضي التحقيق قرارا بمنحنا الملف على الرغم انه لم يستطع تنفيذ هذا القرار ولم يسلمنا كامل الملف الى حد اللحظه. في هذه الجزئية. الجزئية الثانية المتعلقة بأن القرار كلف، فقط حتى نستوضح منكم. القرار المتعلق بالمراقبة القضائية لم يستنفذ جميع مراحل التقاضي كما ذكرت. في هذه المرحلة بالذات يوجد قرار طلب موجه إلى فريق التحقيق برفع المراقبة القضائية عن موكلنا، ورفضه التحقيق واستأنفناه وعهدنا بموجبه محكمة غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف، ولم يصلها بعد لأنه عندما عاد الملف من المحكمة العليا في إجراءات أخرى تقد تمت إحالة الملف وأصبح الاستئناف ضمن الاستئنافات التي تعهدت فيها محكمة الاستئناف، وهذا خرق واضح للمساطر القانونية بحيث أنه لا يجوز لقضاء التحقيق أن يختم التحقيق ما دام هنالك تعهيد لمحكمة أخرى متمثل في محكمة الاستئناف. قضية أن إدارة الأمن كلفت بتطبيق المراقبة القضائية، في هذه الجزئية يجب أن نوضح شيئا من اللبس. المراقبة القضائية عادة عندما يوضع فيها شخص معين يطلب منه تنفيذ إجراءات معينة طوعا وليست جبرا، حال إخلاله بهذه الإجراءات هو الذي على الجهة التي كانت مشرفة على التنفيذ أن تخاطب الجهة التي أصدرت القرار. ما نحن أمامه الآن هو حبس تحكمي خضع بموجبه موكلنا للحبس داخل منزله طيلة الفترة الماضية
ليس موجودا داخل من ضمن الامر الذي وضع موجبه المراقبة القضائية، ليس من ضمنه وضع السكنات امام منزله، اما وقد وقع طيب هذا الواقع. طيب اسمح لي، هي ليست السكنات، هي حواجز امنيه، وهذا اشراف طبيعي. سميها ماشي، سميها ماشي. اليوم القضاء واليوم في هذا اليوم بالذات يصدر عشرات القرارات المتعلقه بالمراقبه القضائيه، ولم يسبق ولم يكن موجودا اليوم ان وضع شخص في المراقبه القضائيه وتم حبسه داخل منزله، وانما يطلب منه اجراءات معينه تمثل في توقيع اسبوعي او توقيع شهري او ضمان معين حال اخلاله بهذا الشرط على الجهه التي كان ينفذ امامها ان تخاطب الجهه المصدره القرار التي بامكانها ان تتخذ تدبيرا مشددا وهو الحبس الاحتياطي. ليس هذا ما حدث مع الرئيس السابق؟ لم يحدث امام الرئيس السابق. اسمح لي فقط ان اذكرك يعني بالمسار، انت تعلم ان الرئيس السابق حينما وضع امام فرع تحت الرقابه القضائيه حدثت يعني خلافات بينه وبين الاجهزه المشرفه على تطبيق القرار، لانه كان يسير في مظاهرات يوميه، وكان يقوم باجراءات تعتبرها السلطات الامنيه استفزازا لها واخلالا، اسمح لي، واخلالا بشروط المراقبة القضائية، وبناء على ذلك تم حبسه مباشرة. القانون واضح وصريح من المادة 128. هو ليس هو لم يتخذ القرار بإحالته إلى الحبس المنزلي فقط هكذا بشكل عشوائي، وإنما وفقا لمسار طويل وصل إلى هذا. القانون صريح وواضح في المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية تقول بالحرف الواحد أن الوضع تحت المراقبة القضائية لا يمكن أن يمس بحرية الرأي للمعني ولا بمعتقده الديني ولا السياسي، وبالتالي لأي شخص أنت استطردت أنه شارك في مظاهرات وقدم تصريحات، وهذا حقه الطبيعي الذي يمنحه القانون يمنحه الدستور له. هو إخلال، هو وصلت ليس إخلال، إخلال بشروط المراقبة القضائية، ليس إخلال، لأنه ليس من شروطها، لأنه إذا كان من شروطها أن لا يعبر عن رأيه فهذا مخالف لصريح القانون 128 صريحة، لأنها ربطت الرأي حرية التعبير والرأي السياسي ربطته مع المعتقد الديني للشخص، وبالتالي نحن أمام واقع يتمثل في أن الرئيس السابق منذ بداية هذه السنة يوضع في حبس تحكمي بموجبه وضعت ثكنات عسكرية أمام منزله تمنع اتصاله بالخارج وتمنع غير محاميه من الوصول إليه، وهذا انتهاك واضح وصريح لحقوقه. أما وقد زال السبب الذي دعي من أجله أن هذا شكل من أنواع المراقبة القضائية المشددة، وبالمناسبة هذا المصطلح لا يوجد في القانون الموريتاني، ربما يكون في القوانين الأمنية أو المصطلحات الأمنية المراقبة القضائية المشددة، هذا قد زال بانتهاء التحقيق متمثلا في أمر الإحالة. أمر الإحالة عندما وقع ينتهي تلقائيا جميع الأمور المتعلقة به، خصوصا المراقبة القضائية، أن المراقبة القضائية وضعت لخدمة التحقيق، التحقيق قد انتهى، وبالتالي لا يتصور بقاء المراقبة القضائية في حق أي شخص تم ختم التحقيق بحقه وتمت طيب إحالته إلى الجهة المختصة. النيابة العامة أيضا في بيانها اليوم أكدت أن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد حدد مدة تدابير القاضية بشهرين تتشدد تلقائيا 3 مرات، وبالتالي هي الجهة التي مخولة بتحديد مدة المراقبة القضائية وتشددها التلقائي. جميل، هذه الجهة لم تعد مختصة وأحالت عنها القضية وأحالت عنها الملف إلى جهات أخرى مختصة، فمن هي الجهة المسؤولة عن تجديد المراقبة القضائية في حال لجأت إليها النيابة العامة؟ لا توجد جهة، لأن الجهة هذه الجزئية خصصها القانون لقضاء التحقيق فقط دون غيره من الأجهزة القضائية، وقضاء التحقيق عندما يرفع يده عن ملف يرفع يده نهائيا. وأعيد أن النيابة العامة مطالبة هي بدورها بالاستظهار بالنص الذي يقول أن المراقبة القضائية تبقى قائمة بعد الإحالة، وهنا نحن نتمسك بقرينة البراءة وقرينة الحرية المتمثلة في الأصل، ولا يمكن أن تقيد إلا بنص ولا يمكن أن تقيد إلا بقانون. هذه المراقبة القضائية أو هذا الحبس التحكمي الذي يخضع إليه موكلنا منذ بداية السنة هو شكل من انتهاك حقوقه في جميع الأمور التي منحها له الدستور وكفلها له وكفلتها الأنظمة القانونية. على أي حال، ما بيان النيابة العامة يعتبر أنه ما ذكرتموه أن الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية حتى الآن، وأنه التدابير التي اتخذت حتى الآن هي وفق مسار قانوني سليم، وأنه تم رفع الأمر إلى القضاء واستؤنف وتم تعقيبه وتحصن تبعا لذلك، وبالتالي لا يوجد نص أيضا تستندون إليه، وأنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية. لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية، ولكن عندما يكون غموض في النص يفسر لصالح المتهم بنص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا مبدأ عالمي متعارف عليه.
النقطة الثانية أن الملف أن القرار يختلف، ولكن اسمح لي، ولكن أنت تعلم أنه الفقه القضائي أيضا هو جزء من مصادر القانون، وبالتالي والقرارات القضائية أيضا هو أنتم رفعتم الأمر إلى المحكمة، المحكمة رفضت طلبكم، استأنفتموه، رفض طلبكم وفقا للنيابة، وبالتالي تحصن هذا القرار تبعا لذلك. إذن هذا مستند واضح، وأنتم تستند وأنتم تذهبون إلى القياس وفق النيابة العامة، وبالتالي قياسا. لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية. ليس قياسا، نحن تقدمنا بطعن ضد الأمر بموجبه وضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية، بعد ذلك طلبنا رفع المراقبة القضائية طلبا مستقلا، ورفضه التحقيق بقرار مستقل. هذا القرار مستأنف الآن، معهدة فيه غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف، ولم تقل فيها رأيه إلى حد اللحظة، إلى حد هذه الساعة. وبالتالي الإشكال هو أننا البيان المنسوب إلى النيابة العامة ينطلق من فرضيات كما غيره من الفرضيات التي انطلقت في الآونة الأخيرة وأصبحت تبث وأصبحت متداولة من قبيل التهم التي وجهت للرئيس السابق، والتي لا توجد في قرار الاتهام أصلا، من قبيل أن الرئيس السابق في حقه قيمة بعدة إنابات قضائية للخارج، وهذا غير صحيح وغير موجود في قرار الإحالة الذي صدر مؤخرا. هذه حملة أساسا توجه في هذه الفترة، توجهها خلايا معينة معروفة التوجه ومعروفة الأهداف. طيب اسمح لي أن أستوضح منك، حينما تقول توجهها أيضا قالها رئيس هيئة الدفاع أكثر من مرة، خلايا تحتجز الرئيس السابق وإلى آخره، هذه أجهزة الدولة تقوم بمهمة بموجب إصدارات وإنابات قضائية واضحة، لماذا تحاولون أن تصفونها بأنها جهات غير شرعية أو جهات خارج القانون، بينما هي أجهزة رسمية حكومية تقوم بإجراءات تقول إنها وفق مسار قضائي وقانوني يتعلق بتهم خطيرة جدا تمس الأموال العمومية وتمس منصب ومهام رئيس الجمهورية الذي كان يتقلده الرئيس السابق؟ بغض النظر عن موقفنا من متابعة رئيس الجمهورية التي نتمسك فيها بالمادة 93 الصريحة والواضحة، الرئيس السابق والرئيس اللاحق والرئيس الحالي كلهم المادة 93 تخاطبهم ما دامت موجودة في الدستور، لكن الواقع هو أنه سبحان الله في الفترة الأخيرة وقع استدعي الجميع لحوار معين، وهذا الحوار شاركت فيه أغلب الأحزاب السياسية، لم نسمع ولا طلب واحد يطالب بتعديل المادة 93. لماذا لم يطالبوا بتعديل المادة 93 أو إلغائها لحماية المستقبل مما يعتبرونه دفعا نتقدم نحن به غير واقعي؟ لماذا توجد هذه المادة؟ نحن لا نتبرك بهذه المادة ولا نتعبد بها. هذا موضوع آخر. أنتم جئتم على هذا ردا على سؤالكم فيما يتعلق بالإنابات القضائية، لا توجد في قرار الإحالة إنابة قضائية للخارج مطلقا، ولا توجد فيه إنابة بنتيجتها جاءت أوقية أو اكتشفت أوقية واحدة، ولا دولار ولا مليم ولا شيء من هذا القبيل. هذا مجرد كلام يتناوله الناس في هذه الفترة، ولكم أن ترجعوا إلى قرار الإحالة الذي تسربته وكالة الأخبار المستقلة، إذا كان صحيحا 100% لا توجد فيه هذه الإنابات القضائية إطلاقا، ولا توجد فيه هذه التهم إطلاقا من قبيل الاختلاس ومن قبيل التهمة الثانية التي أطلقت مؤخرا، السرقة والاختلاس، لا يوجد إطلاقا في قرار الاتهام. قرار الاتهام جملة من التهم الجزافية كيلت بمعيار معين من أجل استهداف شخص واحد هو الرئيس السابق محمد العبد العزيز، الذي يتمسك بكافة حقوقه الدستورية والقانون الإجرائية، القوانين الإجرائية التي تنظمها. اسمح لي أن أخذ فاصلا قصيرا ثم أعود لاستكمال هذا النقاش معك. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه المسار الذي وصل اليه ملف الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز على ضوء تبادل الردود بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الرئيس السابق، وكان آخر ذلك البيان الذي صدر اليوم عن النيابة العامة والذي أكدت فيه أن قرار المراقبة القضائية بحق الرئيس السابق ما يزال ساريا المفعول، ردا على بيان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قالت فيه إنه ينبغي أن هذه المراقبة انتهت بشكل تلقائي بحالة الملف إلى المحكمة. معنا سيد جعفر لبية عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، مرحبا بك من جديد. لماذا تصرون في أكثر من خرجة إعلامية وأكثر من بيان على وصف مسار الحالي بشأن الرئيس السابق بأنه مسار سياسي وأنه لا يتم الالتزام بالإجراءات القضائية، بينما تقول الجهات الحكومية وآخرها تعليق لوزير الدفاع أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء بأن وزير العدل عفوا بأن المسار الحالي هو مسار قضائي صرف والإجراءات المتبعة فيه هي إجراءات قانونية بحتة؟ يا سيدي، هذا الموضوع لو لم يكن موضوعا سياسيا لما تحدث عنه وزير العدل، فكم من ملف معروض اليوم أمام القضاء، وكم من ملف من جميع الأنواع معروض أمام جميع الجهات وتم تسويته وتمت متابعته وتم الحكم على الناس فيه. هذه قضية رأي عام يتابع فيها شخص رئيس الجمهورية السابق بتهم واضحة أن الخلفية التي استيقت منها أنها خلفية سياسية. بالرجوع إلى أصل هذه القضية، نجد أن الرئيس السابق ملفه بدأ بأزمة المرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهي المرجعية السياسية التي ركب موجتها الكثير من الفاعلين السياسيين خصوما للرئيس السابق وأصحاب مواقف في حقه. هذه المرجعية انبثقت منها لجنة برلمانية على أساس أنها ستحقق في ملفات معينة، وبالرجوع إلى هذه الملفات سنجد أن دائما الخلفية في هذه الملفات تتركز حول شخص الرئيس الذي غاب عن هذه الجهات أو غيبت عن نفسها أنه غير مسؤول مباشرة وغير مسير ولا يوجد له توقيع في هذه الملفات التي تم اختيارها، وبالتالي كل من لم يقل أن هذا الملف غير سياسي ما يقوله ينافي الواقع، لأنه بدأ بجهة سياسية تمثل في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، مر بجهة سياسية تمثل في حزب في البرلمان الموريتاني، مر بجهة سياسية تمثل في الحكومة الموريتانية التي قد أحالته إلى القضاء، ومر بجهة سياسية وأنه يوميا هو حديث الساعة ويتحدث عنه جميع الوزراء وجميع الناس المعنية بالملف والتي طرفا فيه والتي ليست طرفا فيه. هذه قضية رأي عام يجب أن يصارح فيها المواطن العادي وأن تطرح أمامه بجميع حيثيات، بحيث لا يمكن أن يخبأ عنه منها أي شيء، ويجب أن تطرح على الطاولة وتناقش أمام الجميع، وهذا فعلا هو المسار. طيب كم من ملف؟ لماذا النيابة العامة لم تقدم بيانات بحق ملفات أخرى؟ لأن هذا الملف ملف رأي عام وملف سياسي والجميع يهتم به. اسمح لي، كون صبغة الرئيس السابق وصفته بصفته رئيس سابق وغيرها من المقتضيات السياسية المرتبطة بالملف لا تعني أنه ملف يدار بطريقة سياسية، ربما هذا ما يقصدونه حينما يقول الملف ليس ملفا سياسيا بالنسبة لنا، بمعنى أن الإجراءات المتخذة ضده هي نفس الإجراءات القانونية العادية، ليست محاكمة خاصة، ليست تحت قانون طوارئ، ليست تحت قانون قوانين عسكرية وغيرها، وإنما هو ملف تقاضي صرف مثل الرئيس السابق مثله في ذلك مثل أي مواطن موريتاني متهم بأي تهم. لا يرد عليه الواقع. كيف لملف قضائي عادي أن يمنع المعني فيه من الاطلاع على أوراق التهم وأوراق الأدلة؟ لما هل سمعتم في يوم من الأيام؟ ألم إليكم إلى حد الساعة لم نتسلم جميع أوراق الملف، وإنما اختار التحقيق. لم يسلم لنا، نحن لدينا محاضر. نص بحسب نص بيان الوزير. لا نحن لدينا محاضر ولا يمكن أن نقابل إلا بالمحاضر التي وقعنا عليها. نحن تقدمنا بطلبات من أجل تسليم الملف ولم يسلم إلينا إلى هذه اللحظة، وختم التحقيق والرئيس مغيب عن هذا. اسمعني فقط حتى نستوضح، لم يسلم إليكم أو سلم إليكم الملف ولكن تعتبرون فيه بعض الأوراق ناقص؟ لا، الملف عند التحقيق الملف عند التحقيق مرقم من 1 2 3 4 إلى ما شاء الله من الأرقام. نحن نتسلم مثلا من 1 إلى 6 وتغيب 7 و8، نجد 9 و10 تغيب 11 و12 وهكذا، وبالتالي تم اختيار الأوراق التي تسلم إلينا إلى حد اللحظة. كيف يمكن لملف أن يكون تمت فيه الإحالة ويفترض أن تم فيه بحث الأدلة الإثبات والنفي ومع ذلك المعني الأول فيه مغيب؟ الملف سياسي لأن الرئيس السابق إلى حد اللحظة طيلة 3 سنوات لم يستدعيه التحقيق أكثر من 4 مرات فقط،
طيلة قرابة 3 سنوات. لماذا لا يكون الملف سياسيا؟ الملف إلى حد الساعة المتهمون طيب فيه ما هي اسمح لي، ما هي مظاهر التسييس التي مست بالإجراءات من وجهة نظرك؟ حتى لو كان ملفا سياسيا، لكن هل تم المس بالإجراءات؟ هم تم كيف يمكن منع شخص من الاطلاع على ملفه؟ ألا توجد كل مراحل المكفولة قانونيا، من حق الدفاع، من حق لم يكتمل الحق لم يكتمل، بحيث أننا لم نتسلم الملف إلى حد الساعة. قلتها هو على مسؤوليتي. طيب وماذا أيضا تجاوزنا هذه النقطة أساسية للملف السياسي؟ عندما تم الإشعار بختم التحقيق تم خرق القانون خرقا صريحا، بحيث أنه بلغ الملف لوكيل الجمهورية قبل أن يطلع عليه الأطراف داخل كتابة الضبط، وعندما عاد من عند وكيل الجمهورية تم ختم التحقيق وإصدار أمر الإحالة، ونحن لدينا طلبات جوهرية نص القانون الإجراءات الجنائية عليها في المادة 173 174 175 بإجراءات حددها المشرع، بحيث أنه عندما يطلب المعني طلبات تحقيق تكميلي فإن على قاضي التحقيق حال امتناعه أن يصدر بذلك أمرا مسببا، وهذا الأمر يمنح المعني فرصة للتقاضي على درجة ثانية باستناف هذا الملف قبل الإحالة، وهذا تم خرقه في حق الرئيس السابق، لم يصدر هذا الأمر أصلا وتم إصدار أمر الإحالة دون الاستماع لطلباتنا. طيب وهذا ألم يخلق الرئيس السابق أيضا إجراءات أو شروط المراقبة القضائية وحول ملفه إلى ملف سياسي؟ لم يحدث الإعلامية خرجت الإعلامية لا يحضرها هذه القانون، ليست في أمر المراقبة القضائية، ليس فيها منعه من التصريح، فيها مساس بالأمن العام، ليس فيها مساس بالأمن العام يوميا، المظاهرات تجوب الشوارع المظاهرات تجوب الشوارع يوميا، والرئيس السابق لم يقض مظاهرة. ملف قضائي متعلق بتهم بالمساس بالمال العام، تتعلق بمليارات النيابة العامة والوثائق المسربة، تتحدث عن 40 مليار من أموال الشعب الموريتاني تم نهبها، والتهم كلها أغلبها متجهة إما إلى الرئيس السابق أو إلى عائلته المقربة. إذن كل هذا الأمر نصفه بأنه فقط محاكمة سياسية، وأنه أوراق ناقصة من هنا وهناك. القضية ليست قضية محاكمة شخص عادي، قضية محاكمة رئيس سابق على تهم ثقيلة أيضا، ليست مجرد سرقة هاتف أو سرقة مبلغ زهيد. يا أخي النيابة العامة لديها وسائلها، ودارة الأمن لديها وسائلها، والجميع لديه وسائله، والإعلام والرأي العام لم يستطيعوا أن يأتوا بما يثبت التهم التي يدعونها. هذه تهم واهية، والأمر الآن المحاكمة لم تتم، إذن لماذا تستبق تفترض من أنها لم يأتوا؟ التحقيق ختم تحقيقه، الجهة المسؤولة عن التحقيق ختمت التحقيق، طلبات النيابة وأدلتها لكن بإثبات التهم لم تأتي بإثبات هذه التهم، لم تأتي بها هذا استباق لقرار المحكمة ولم يصدر. لا أنا أتكلم عن قرار الإحالة، قرار الإحالة لا يوجد به من الأدلة ما ينهض لهذه التهم، هذا واقع نحن نعيشه. أنتم قرأتم قرار الإحالة في التسريبات أو ما نسب إلى أنه قرار إحالة، لا يوجد فيها نوع من الكلام الذي تتحدثون عنه. الملف اسمح لي فقط، عدم الكشف عنه لا يعني عدم وجوده، هو سيقدم للمحكمة. يقول البيضان مثل ممكن أن لا يقدم لي أنا أو للإعلام، ولكن قدم للمحكمة، يقدم للمعني نفسه. يقول البيضان أن الميت ما يجحد عن غسالته باسم حيلة عود ورقاش متمين وبرواية وجاحدين عنه، واجهوا الرئيس السابق بالتهم التي والأدلة التي لديكم بالتهم. لم يواجهوا بها إلى حد الساعة. هل أنت من حققت معه وكنت حاضرا للموضوع؟ لا لم يسبق لم يحدث أن واجهوه قرار الإحالة، لم يحدث أن واجهوه بأدلة على تهم على التهم التي قدموها، لم يحدث إطلاقا. أستاذ شعبان اسمح لي، المواجهة بالأدلة وإلى آخره هذه قضية تقدم للمحكمة. لا هي تقدم للمعني أولا ليرد عليها. كيف يمكن أن تتهم شخصا وتحيله إلى المحكمة دون أن تبين له التهم التي قد اتهمته بها؟ هذا لا يستقيم. اسمح لي، أول لم يوضحوا له التهم الموجهة، لم يوضحوا له أي تهم الموجهة إليه. التهم تطلق جزافا، لكن ما هي أدلة التهم؟ يمكن أن أتهمك أنا الآن بما أبغي من التهم، لكن ما هو دليلي عليها؟ لا يوجد دليل في هذه المساطر. قلت أن القضية قضية سياسية بامتياز، بدأت بمشكلة مرجعية الحزب الاتحاد مجلس الجمهورية فاللجنة البرلمانية. طيب فقرار الإحالة فقط اسمح لي، أنت تعتبر أن هذه 40 مليار التي تتحدث عنها النيابة العامة أو تتحدث عنها المصادر المسربة عن النيابة العامة والمبالغ الهائلة التي يتم الحديث عنها، هذا مجرد كلام في الهواء ومكيدة سياسية لأن مسألة مرجعية حزب الحاكم وإلى آخره؟ بغض النظر عن الرقم الذي تحدثت عنه هل هو صحيح أم غير صحيح، لم يثبت في قرار الإحالة ولا المساطر التي سبقت له أي علاقة للرئيس السابق بجميع التهم التي تم اتهامه بها، لم يقدم له أي دليل صريح واضح يتعلق بواقعة معينة.
لأن الجميع غلبه كما قلت تهم عامة من قبيل المؤسسة الفلانية أو القرار الفلاني. الحكومة قراراتها قرارات سيادية سيادية وليس للقضاء حق مراقبتها. مبدأ فصل السلطات لا يمنح القضاء. طيب يعني بغير أي رئيس هو يفسد ويهدر الأموال العامة ثم ما أقول له أنت محصن يعني هذا لا لا, لا لا هذا ليس إذا كنت تريد نرجع للمادة 93 هذا غير مسؤول لا ليس محصن هذا غير يكفي. مسؤول غير مسؤول لكن بصفة عامة قرارات العمل السيادي للحكومة. الدستور الموريتاني للمادة 57 حدد مجال القانون واعتبره من اختصاص البرلمان. حدد السلطات القضائية حدد صلاحياتها بتطبيق القانون. أما العمل السيادي مطلقا فتركه للسلطة التنفيذية ولا يمكن للقضاء أن يسائلها عنه. هنالك أمور واضحة تتعلق بالنصوص المطبقة وبالوقائع حول العالم حول الكرة الأرضية. أنتم لستم بدعا من العالم. كل ما العالم ألا يحاكم الرؤساء المتهمين بلفات فساد. لماذا نريد أن نحصن الرئيس الموريتاني ولا نجعله شيء خارج لم يسبق لم يسبق ساركوزي كان يحكم ساركوزي أخي وجد بعد تعديلات 2002 الدستور الفرنسي الذي توجد به المادة التي كانت تحمل 68 انتهى سنة 2002 والرئيس ساركوزي جاء 2007 وليس معنيا بالمادة 93 اللي عندنا التي كانت 68. المطلوب لماذا هؤلاء السياسيين الذين صكوا مسامعنا بالمادة 93 لماذا لا يطالب واحد منهم بإلغاء المادة 93 أو تعديلها أو تفسيرها أو توضيحها؟ لأنها ليست هدفا لأن الهدف هو شخص الرئيس السابق محمد طيب. العبد العزيز وبالتالي ليس الهدف حماية الأموال العمومية ولا هم يحزنون وليس هدف حماية الشعب إنما هي مواقف سياسية آنية وللأسف التاريخ هو الذي سيحكم طيب. على من يقف وراء هذا النوع من المسائل وهو الذي سيحدد الحق على أي حال من الأيام والغث من السنين. التاريخ سيحكم على الجميع على أي حال نعم. بما لهم وما عليهم. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لكم على الاستماع إلينا في هذه الحلقة. نشكر الأستاذ جعفر لبيا عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق على مشاركتي معنا في هذه الحلقة. أنقل إليكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.